الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة واسبوع جديد يجمعنا وياكم في برنامج حياتنا. مساك الله بالخير اخوي احمد. مساك الله بالنور اخوي سلمان وحياكم الله مشاهدينا الكرام، وبداية جديدة مع فقرات واحداث متنوعة مع بداية هذا الاسبوع. طبعا من خلال هذا الاسبوع راح نستقبل شهر كريم، شهر فضيل، شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله بالخير. امين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذا الشهر الفضيل وان يرزقنا قيامه وحسن الصيام في هذا الشهر. والعديد اخوي احمد من الشركات والهيئات والوزارات والجميع يعمل من اجل استقبال هذا الشهر. صحيح. خير استقبال، وممكن من الشركات او من الهيئات التي تعمل بشكل خاص في هذا الشهر هي شركه ودام اللي بدت اليوم، شركه ودام الغذائيه في تنفيذ مبادره الاغنام العربيه المدعومه الخاصه بشهر رمضان المبارك، واللي اطلقتها وزاره الاقتصاد والتجاره للسنه التاسعه على التوالي، وتستمر حتى اخر ايام شهر رمضان المبارك. بالفعل هذه المبادره طبعا تتضمن ولله الحمد 30 الف راس من الخراف الحيه بواقع خروفين لكل بطاقة شخصية، لكل بطاقة شخصية، وسيتم تنفيذها في كل من مقصب الأهالي بالمعمورة ومقصب الشحانية ومقصب الخور ومقصب المصلال ومقصب الشمال ومقصب المزروعة، طبعا خلال ساعات العمل اليومية للمقاصب من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 4 مساء. طبعا احنا استضفناهم خلال برنامج حياتنا و طبعا شرحوا أكثر عن هذه الآلية وآلية أن الواحد يروح إلى المكسب، وجدا العملية مسهلة. اليوم أنت فقط تأخذ بطاقتك الشخصية طبعا ممصورة عنها لكل أفراد العائلة، وتمتلك طبعا الحمد لله خروفين، وهي حق لا يمكن التنازل عنه لكل. صحيح. شخص قطري يحمل بطاقة الشخصية القطرية. مشاهدي الكرام، يعني شركة ودام ممكن تكلمنا عنها كذا مرة احنا عندنا في برنامج حياتنا، أو حتى من خلال البرامج المختلفة في تلفزيون قطر، وتكلمنا عن الاستعداد الكبير لشهر رمضان المبارك خصوصا في هذه اللحظات، ومع كثرة الإقبال عليه وكثرة أيضا أخي أحمد نقول إن يعني هم ما شاء الله حددوا الأماكن، أماكن مختلفة في أماكن موزعة، يعني عندك الخور، عندك المعمورة في النص، عندك الشحانية في الغرب، عندك الوكرة، فما راح أحد يحس بالزحمة إن شاء الله. أكيد. ونفس ما تفضلت يعني دائما شركة ودام صاحبة مبادرات، جزاهم الله خير ومع بداية هذا الشهر والله يكتب أجورهم. وأيضا لا ننسى فضل وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه المبادرة. شاك نطلع من موضوع ودام ونروح إلى جامعة قطر. ونروح إلى جامعة قطر في خبر يؤكد مشاهدينا التقدم السريع والمكانة المميزة لجامعة قطر في كل التصنيفات العالمية. حققت بكل فخر جامعة قطر قفزة نوعية في تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة، حيث تقدمت جامعة قطر من مركز 75 العام الماضي إلى المركز 35 لهذا العام. طبعا الجامعة احتلت المركز الثاني أيضا في العالم العربي، ويعتبر إدراجها ضمن تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة إنجازا هاما، كونها ترصد أفضل 378 مؤسسة من 42 دولة شملها هذا التصنيف. نبارك طبعا لجامعة قطر، كونك أنت طبعا أحد أيضا طلابها تميزت الجامعة. نعم، وبكل فخر. ان شاء الله تكون طالب ماجستير ان شاء الله، وتكون تكمل بعد الدكتوراه ونكون وياك ان شاء الله. اكيد احمد، نبارك كوننا باسره برنامج حياتنا. نعم. اللي سعاد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعه قطر، من الدكتور حسن الدرهم الى اخر طالب مستجد في جامعه قطر كلهم شركاء في هذا الانجاز، عسى الله يبارك لهم ان شاء الله. ودائما الجامعه الوطنيه ان شاء الله متقدم الى تقدم اخر. نروح ننتقل للاخبار. يلا بسم الله. اعلنت قطر الخيريه عن اطلاق حمله رمضان، نتعرف أكثر على هذه التفاصيل وهذه الحملة من خلال التقرير التالي. تم إطلاق حملة العطاء سر السعادة، وهو الشعار الرسمي لحملة قطر الخيرية لهذا الشهر الفضيل. إن شاء الله الحملة تضمنت عدد من البرامج والمشاريع والأنشطة التي راح تنفذ في الداخل
والخارج، منها المشاريع الموسمية مثل موائد إفطار الصائم، وأيضا طبعا خصصت السلال الغذائية للبلدان المتضررة من الأزمات والكوارث. أيضا تم الإفصاح عن جميع البرامج اللي راح يتم تنفيذها داخل الدولة، مثل مشروع من البيت للبيت، الإفطار الجوال، أيضا المشاريع البرامجية والجماهيرية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. قطر الخيرية مشاهدينا الكرام، جهد لا يتوقف طوال العام، وخصوصا في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك. للتوفيق للأخوة في قطر الخيرية على هذه الجهود، سواء في الداخل القطري أو حتى في كل دول العالم وفي مناطق المنكوبين ومناطق النزاعات، ودائما وأبدا موجودين في برامج تلفزيون قطر مهتمين. أخي أحمد، في جانب كفالة الأيتام، بناء المساجد، الأبار، كل هذه الأمور، وأيضا الجانب الغذائي وموائد إفطار الصائم. بما نتكلم عن الجانب الغذائي، فقرتنا الأولى راح تكلم أيضا عن الأمن الغذائي، تابعونا بعد هذا التقرير إن شاء الله. سيكون معنا بعد قليل السيد أحمد الخلف، رجل أعمال، وأيضا السيد أحمد إبراهيم العمادي، رجل أعمال وصاحب مزرعة القمة لإنتاج الخضروات. ابقوا معنا. تأهبت الأسواق والمحلات والمجمعات التجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال عرض المنتجات الغذائية المتنوعة، وتتميز المعروضات بالجودة والتنوع نظراً لوفرة المعروض والأسعار المناسبة. لقد نجحت دولة قطر بوضع نهجاً شاملاً ومتوازناً لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية، والأخذ بعين الاعتبار استغلال الموارد الطبيعية. فقد حققت قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي. دولة قطر اعتمدت نهجاً متكاملاً وشاملاً للتنمية المستدامة، وتسعى إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع. مشاهدينا الكرام، القطاع الخاص أكيد في دولة قطر يحظى بدعم كبير ومتواصل في قطر، ومن أشكال هذا الدعم مشاهدينا ما تابعناه اليوم خلال المؤتمر الصحفي للجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، واللي أكيد أعلن من خلال هذا المؤتمر عن مجموعة كبيرة من المشاريع خاصة اللي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهو أكيد راح ينعكس بشكل مباشر في تعظيم مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية بإذن الله سبحانه وتعالى. بالفعل أخوي سلمان، في هذه الفقرة راح نركز على العوامل والجهود اللي أدت إلى استقرار الأسواق والله الحمد وثباتها، ونحن على اعتاب طبعا شهر رمضان المبارك، وبعد عام من الحصار والمحاولات الفاشلة للإضرار باقتصادنا الوطني. تحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع، يسعدنا استضافة رجل الأعمال السيد أحمد الخلف، وأيضا السيد أحمد إبراهيم العمادي، رجل أعمال وصاحب مزرعة القمة لإنتاج الخضروات. حياكم الله معنا في حياتنا. يعطيكم العافية. أستاذ أحمد الخلف، نبدأ وياك اليوم. طبعا كان المؤتمر الصحفي اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، شلون ترى هذا المؤتمر؟ هل أدى نتائجه بشكل صحيح ولا لا؟ والحقيقة المؤتمر اليوم عطى فكرة موجزة عن المنجزات اللي تمت خلال الفترة الماضية، وشفنا المشاريع اللي ترست على القطاع الخاص بالنسبة للصراع السمكي، بالنسبة للإنتاج الزراعي، بالنسبة لإنتاج الأعلاف، وهذه مشاريع الحقيقة ترست بعد الحصار، جزء منها كبير وجزء قبل الحصار.
الإنتاج الزراعي قاعد ينمو بشكل مضطرد، والدولة في عندها اهتمام كبير لدعم القطاع الخاص في أنه ينمي هذا القطاع بشكل كبير، وإحنا نعتقد بأن الأمور تسير بشكل متوازن. وكذلك يعني شفنا الإنتاج الزراعي خلال الموسم هذا تضاعف أكثر من 3 مرات، والأسعار اللي نشوفها في السوق أسعار جدا متوازنة، والسنة الحقيقة حتى الأسعار أقل من أسعار السنة الماضية يعني قبل الحصار، ونشوف منتجات كثيرة ليس فقط منتج محلي، حتى المنتجات المستوردة يعني في كثير من التنوع موجود، بضائع متوفرة بشكل كبير، وإنتاجنا الزراعي إحنا تطور بشكل كبير، ونعتقد أن هناك مجال أكبر يعني فيه. جميل. هذا يقودنا لسؤال للسيد أحمد العمودي، اليوم أهمية يعني الفائدة التي ستعود على القطاع الخاص والمستهلك والدولة بشكل عام في جانب الدعم اللي توليه الدولة بهذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا نبارك للجميع قدوم شهر رمضان المبارك. بالنسبة للفوائد اللي بتعود على البلد ككل يعني على الدولة وعلى القطاع الخاص وعلى المستهلك، هي فوائد كثيرة. أولا ضمان استمرارية الانتاج وتواجد المنتجات في السوق بشكل مستمر. رقم 2 بتكون بأسعار مناسبة ومعقولة، لأنه إلى جانب الانتاج المحلي هناك استيراد من مصادر مباشرة، بدل ما نعتمد على الاستيراد من خلال مجمعات أو من خلال دول كانت تستورد ثم تقوم بالتوزيع. هذا رقم 2. رقم 4 الدعم هذا يؤدي إلى إيش؟ أنه يستمر الاستثمار في هذا القطاع، بحيث أنه نصل ليس الاكتفاء الذاتي وإنما إلى يمكن التصدير إلى الخارج. جميل. وفعلا بدأت بعض الشركات في تصدير بعض المنتجات إلى الخارج. نعم، إذن نحن سنصل بإذن الله ونحقق هذه الغاية المطلوبة ألا وهي التصدير، لكن كيف نعزز من جانب المستثمرين الآن رجال الأعمال اللي بدأ، وشلون يستغلون هذا الدعم الكبير اللي تتكلمون عنه أستاذ أحمد؟ احنا الحقيقة نحتاج أن يكون هناك تشريع ينظم عملية الدعم. هذا الدعم موجود ولكن يحتاج إلى تنظيم، ووجود تشريع يعطي الفرصة للجميع ويعطي الإمكانية بتطوير هذا القطاع بشكل أكبر. الإنتاج الزراعي هو جزء من الأمن الغذائي وليس كل الأمن الغذائي. الغذاء هو أن احنا يكون عندنا إنتاج في كل نواحي المنتجات الغذائية، ففي كثير من المنتجات ممكن أن احنا ننتجها محليا، ولكن في كثير من المنتجات لابد أن احنا نستوردها ونخزنها. فالأمن الغذائي ينقسم من تخزين ما يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة، وإنتاج ما يمكن إنتاجه محليا. احنا علشان نقدر نكون منافسين لابد أن احنا يكون عندنا إنتاج نقدر نقوم حتى بالتصدير. عندنا احنا في موقع استراتيجي، عندنا بنية تحتية كبيرة هائلة، الدولة صرفت مليارات الريالات أو الدولارات على هذه البنية. موقعنا الاستراتيجي يأهلنا أن احنا نكون مصدرين وليس فقط من منتجين لحاجاتنا. وجودنا احنا في موقع جغرافي مميز، حوالينا أكثر من 450 مليون نسمة، نقدر احنا نكون نزود هذه الدول بمنتجاتنا. إذا قدرنا نوصل إلى هذه المنظومة، هي محتاجة إلى عوامل لوجستية أكثر منها أن هي فقط إلى عوامل تخزينية. فنحتاج إلى لوجستيك، نحتاج إلى هذا التشريع راح يساعد كثير القطاع الخاص أنه هو يقفز قفزات كبيرة. جميل. بما أن أنت طاري القطاع الخاص، اليوم بعد اقترابنا من مرور عام كامل على الحصار الجائر على دولتنا الحبيبة قطر، القطاع الخاص مما لا يخفى على الجميع سطر ملحمة كبيرة في وجه التصدي لهذا الحصار. حدثنا أكثر عن التحديات التي واجهت القطاع الخاص في بداية فترة الحصار وكيفية التغلب عليها. احنا كلنا جنود لهذا الوطن. أكيد. والكل أدى دوره الحقيقة، القطاع الخاص وحتى القطاع العام أدى دوره خلال فترة الحصار الجائر، والحقيقة خلال الحين مرت سنة تقريبا على هذا الحصار،
واحنا رمينا ورا ظهرنا مثل ما نقول، لكن صحيح. في بداية الحصار الكل ساهم في هذا الموضوع. وخلال 72 ساعة كانت هناك كميات هائلة من البضائع تدفقت على السوق، لم يحس المستهلك بأن هناك فراغ في هذا. يمكن أول 48 ساعة بسبب الصدمة الإعلامية وسبب هذا صار في هناك هجوم على 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 المجمعات، واشتروا الناس كميات كبيرة، ولكن خلال 72 ساعة الفراغ هذا تغطى. بالعكس احنا انفتحت علينا آفاق كبيرة ومنتجات أفضل كنا نجيبها عن طريق دول أخرى. يعني كنا نجيب البضاعة نجيبها عن طريق الإمارات ونجيبها عن طريق السعودية، الحين صرنا نجيبها مباشرة. الأسعار نزلت، الوسيط راح، فالمستهلك صار عنده خيارات أكبر، عنده منتجات أكثر، عنده كميات أفضل، وعنده أسعار أفضل. لذلك نتحدث عن تجربة مزرعة القمة. أستاذ أحمد، حدثنا عن هذه التجربة وما قدمت في هذه الفترة. والله مزرعة القمة مثل المزارع الأخرى في قطر. نعم. اللي ساهمت حقيقة من يمكن 3 إلى 4 سنوات بدأنا في مشاريع، يعني الأساس كان إنتاج يمكن لاستهلاكنا الخاص، ثم بدأنا أنه لابد أن نساهم يعني في توزيع جزء من إنتاجنا للاستهلاك يعني للسوق، ونجحنا حقيقة في هذا نجاح يعني جيد جدا، من حيث النوعيات، من حيث الكميات، من حيث الأسعار، ومن حيث تمديد فترة الإنتاج. احنا في قطر نعاني طبعا بالنسبة للمناخ وبالنسبة لهذا هذول، انما يعني بفضل استخدام تقنيات حديثة في المزارع استطعنا انه تمديد فترة الإنتاج يمكن على مدار السنة. عندنا منتجات على مدار السنة 7 أيام في الأسبوع، 360 يوم في السنة، ما شاء الله. وعندنا القدرة انه اكتفاء ذاتي يعني وبكميات مش بسيطة. يعني احنا حاليا جالسين ننتج هذول، وبعد الحصار الجائر اللي صار على كذا حقيقة يمكن بالنسبة لنا يعني كان حافز أكثر وتحدي أنه نقابل هذا، طالما احنا نجحنا في الأساس لما ما كانت علينا ضغوط أنه ننجح أنه كذا. وحاليا خلال السنة هذا مثل ما تفضل لك أحمد يمكن إنتاجنا زاد يعني بنسبة 3 أضعاف في أشياء كثيرة جدا، ويمكن بعض المنتجات اللي ما كنا نهتم فيها لتسويقها بدأنا في تسويقها، وحاليا خطط ان خلال سنة واحدة. انا يمكن اشير لشيء بالنسبة لليوم وهي مسألة قاعدة بيانات. حقيقة قاعدة بيانات تساعد المستثمر يعني جدا بشكل واسع انه يتمكن، اذا في مستثمر يبي يدخل هذا المجال عنده قاعدة بيانات اللي يقدر يعتمد عليه، لان اليوم الاستثمار ما عاد يعني مسألة تفتح له محل او يفتح له مزرعة هذا، لا، المسألة ما عادت كذا، فيها تحديات كثيرة جدا. ولكن بفضل يمكن الدعم المستمر للدولة، ويعني نحتاج احنا يمكن بعض التنظيم في البنى التحتية أكيد. اللي تحتاج كذا، فاحنا متفائلين جدا. ويمكن يعني يمكن لو أضيف كلمة أخيرة، المعرض الزراعي الأخير كان نجاح يعني باهر لهذا القطاع وشاهد على هذا صحيح. الشيء صحيح. وكان يعني نجاح منقطع نظير لمثل نعم. هذه المعارض. استاذ احمد، تكلم استاذ احمد ايضا عن قضيه مهمه اليوم، انت المناخ ما يساعدك في قضيه الزراعه على سبيل المثال، جو حار، يعني ممكن انا ما عندي خبره كبيره في مجال التربه ولا في هذه الامور، كيف استطعنا ان احنا نصل لمرحله الزراعه 12 شهر على مدار العام؟ انا اريد ان اشرح للناس وللجمهور ما هي التحديات اللي تواجه الزراعه في قطر. جميل. احنا بلد غير مهيئ للزراعه الدائم، يعني عندنا موسمين، موسم انا اسميه موسم الربيع واربع شهور هذا من كميه الانتاج الكل حينتج فيه، الجو جيد، ولكن عندنا 8 شهور صعبه، 8 شهور صيف، هذه الشهور الثمانية لابد أن نتغلب عليها. فأنا أسميها صناعة الزراعة وليس زراعة بالمفهوم الاعتيادي. إحنا الحقيقة عندنا تجربة كبيرة ويعني صار لنا 5 سنوات قدرنا أن نوطن هذه التقنية، وليس فقط أن إحنا لأن أصلا هذه التقنية غير موجودة في العالم. يعني إحنا حتى نقول هل موجود في العالم تقنية تصلح لنا احنا ننتج طوال السنة؟ اقول لك لا، لكن احنا وطناها وقدرنا نثبت لنفسنا وللآخرين
بأنه بإمكاننا أن احنا ننتج طوال السنة 12 شهر. بإمكاننا ننتج كل شيء، وليس فقط الخضار، خضار فواكه وحتى الأشياء الثانية. فأنا أسميها صناعة الزراعة. الحمد لله اليوم قطر في بجهود الأشخاص وبجهود القطاع الخاص وبدعم الدولة قدرنا نوصل إلى هاي الموضوع. لابد أن احنا ندعم هذه المنظومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى هذا النوع من المنظومة واستمراريته. فإذا دعمت هذه المنظومة أعتقد راح يكون هناك اكتفاء ذاتي. إذن هناك يعني تكاتف الجهود بينكم وبين حتى المزارع. نتكلم عن الدعم اللي تتلقاه المزارع. نبغي منك رسالة أستاذ أحمد أيضا للشباب اليوم اللي يدخلون مثل هذه القطاع، قطاع الأعمال وقطاع المشاريع، حتى طبعا يحدون حذوكم. ويقول لك دائما لما أنت في يعني مثل ما يقولون الرجال مواقف، فتطلع الفرص في الأوقات الصعبة. اليوم في مجال جدا بالنسبة للشباب أن يدخلون غمار هذا. هو مش سهل، ما في مجال استثمار سهل يعني في أي شيء، يعني ما في كذا شيء اسمه سهل، ولكن لا 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 يوجد شيء اسمه مستحيل كذلك. ويمكن أصحاب المزارع يعني وهو عددهم كبير حقيقة يعني ولله الحمد اللي أثبته، واللي يمكن الإنتاج خلال 12 شهر في جو مثل قطر، هذا يعطي حافز للي يبي يدخل هذولي. وأنا نصيحتي لهم أنه يعتمدون على قاعدة بيانات، على دراسة السوق، ثم يتوجهون لهذا القطاع، ما يتخوفون منه. ما في شيء يعني نجاح 100% من البداية. يعني في مبدأ اقتصادي يعني سواء في الإسلام يقول لك الغنم بالغرم، أو في الغرب يعني مثل ما درسنا نو ريسك نو ريورد، يعني إذا ما تغامر. فأنا أشجع الشباب. رقم اثنين أشجعهم على دراسة هذا المجال، يعني أنه يدخلون في مجال كذا. يمكن واحد يستغرب أنه مثلا طالب قطري متخصص في الزراعة وفي مجالات مرتبطة بالزراعة، وإحنا اليوم ما نتكلم عن الزراعة التقليدية، وإنما مثل ما قالوا الزراعة يعني صناعة الزراعة. جميل. فهذا يعني أنا أشجع الشباب، وإحنا مستعدين. أنا حقيقة قدمنا برنامج يمكن من خلال لجنة في وزارة الشؤون البلدية أنه مستعدين حتى ندعم بعض الدراسات أو الشباب أنه يخوضون هذا الغمار. مستعدين ندعمهم يعني to sponsor them. جميل. يعني بنكون من الداعمين لهم. جميل. وأيضا سيد أحمد إحنا ما نجاملك يعني، ولكن معروف بقضية دعم الشباب ودعم كل من يرغب أنه يروح إلى أرض الواقع يشوف الانتاج عندنا في دولة قطر. فأنا بك توجه كلمة للسادة المشاهدين في ختام هذه الفقرة بخصوص هذه النقطة، قضية الانتاج الزراعي عندنا في قطر وصناعة الزراعة مثل ما ذكرت. أنا أثني على كلام الأخ أحمد، وأنا أعتقد بأن دور القطاع الخاص وخاصة القطاع اللي عنده تجربة ناجحة في هذا المضمار أن يهيئ نفسه بأنه يساعد الشباب. وأنا كلمتي إلى الشباب، إحنا مستعدين كقطاع خاص أن نساهم بمساعدتهم ونوقف وياهم يد بيد. وإحنا قدمنا برنامج حتى إلى بنك التنمية، وقدمنا برنامج إلى وزارة البيئة. إحنا مستعدين أن نقوم بالبناء ونقوم بالتدريب ونقوم بالتسويق، وهي أهم مشكلة، مشكلة كبيرة حتواجه أي مستثمر في الزراعة هي عملية التسويق. والتسويق شيء مهم جدا، يعني أنا أقدر أنتج ما أقدر أسوق، مشكلة كبيرة. صح. لذلك إحنا مهمتنا كقطاع خاص أن نقوم بدعم الشباب، ونطالب كذلك بأن حتى الكليات لازم يكون في عندنا كلية زراعة لتقدر أن هذا الشخص يتخصص في تنمية قدراته من يوم ما يكون هو في المدرسة. وأنا أشجع الشباب، وإحنا الحقيقة كقطاع خاص مستعدين نساهم بأكثر من بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني ما شاء الله تعاون كبير. فقط الآن على الشباب أن يتواصلون معاكم، مع رجال الأعمال، مع القطاع الخاص، حتى بإذن الله تعالى يستفيدون من تجاربكم وخبراتكم، كل طبعا في مجاله وفي مشروعه. رسائل هامة صراحة قدموها اليوم. أكيد. وهذه يعني الكرة الآن في ملعب الشباب، يلا كل الدعم موجود، أصحاب الخبرة مثل ما قلتوا فاتحين الأبواب لكم.
الدور الآن عليكم مثل ما قال أخوي أحمد تحذون حذوهم وأيضا تساهمون في عملية صناعة الزراعة مثل ما قال الأستاذ أحمد الخلف. احنا في ختام هذه الفقرة نشكر سيد أحمد الخلف رجل الأعمال وكذلك سيد أحمد إبراهيم العمادي رجل أعمال وصاحب مزرعة القمة لإنتاج الخضروات، شكرا لكم على تواجدكم معنا في حياتنا. يعطيكم العافية. الحمد لله احنا بخير وديرة العز أكيد في خير الحمد لله رب العالمين. أخوي أحمد في كلمة لسموه الأمير قال نعم. رب ضارة نافعة فعلا الحصار الجائر اللي كان على دولة قطر عاد علينا بالنفع في هذه المجال الحمد لله رب. فقرتنا الجاية أتوقع أنا وأنت أكثر الناس اللي بنستانس فيها أكيد عن إذاعة قطر. تابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل سنستضيف بعد قليل السيد جابر سلطان المريخي مراقب البرنامج العام في إذاعة قطر، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام طبعا اقترب الشهر الكريم ليحل علينا بخيره وكرمه رمضان المبارك، سيشغل كل تفاصيل حياتنا من الصباح حتى وقت السحور، تفاصيل طبعا كثيرة ومثيرة وممتعة سيشاهدها اليوم الرمضاني، لابد لها من وسيلة إعلامية تواكبها طبعا في كل مكان خاصة السيارة والعمل طبعا في كل زاوية من المنزل. وقت الطباخ نشغل الراديو ونسمع إذاعة قطر. أخي أحمد إذاعة قطر ممكن تعتبر يعني جهة إعلامية نشيطة جدا في شهر رمضان المبارك من خلال البرامج، من خلال الفواصل اللي في إذاعة قطر، وأيضا من خلال وجود المذيعين سواء كانوا مذيعين الشباب وحتى مذيعين الصف الأول في إذاعة قطر. تفاصيل كثيرة عن البرنامج الرمضاني وعن الخطة الرمضانية لإذاعة قطر راح نناقشها مع سيد جابر سلطان المريخي مراقب البرنامج برنامج العام في إذاعة قطر. مسي عليك بالخير ونسعد بتواجدك في حياتنا. يا مرحبا الله يساك الله بالنور أخوي أحمد أخوي سلمان. أستاذ جابر أستاذنا الكبير أنتوا الأساتذة ما شاء الله والله يطرح فيكم البركة. احنا طبعا كانت بداياتنا مع الإذاعة وتشرفنا طبعا. اليوم احنا بنتكلم عن الدورة البرامجية لإذاعة قطر في رمضان 2018. الدورة البرامجية في إذاعة قطر للعام 2018 تحظى بالعديد من البرامج، منها البرامج القصيرة ومنها برامج المباشرة اللي هي التواصل مع الشريحة الأكبر من المستمعين، وفي برامج أيضا اللي هي تكون ذات اختصاص معين يعني. جميل. بخصوص شهر رمضان المبارك في كل سنة ما شاء الله إذاعة قطر تكون متميزة في شهر رمضان المبارك بخصوص البرامج الدينية، برامج المسابقات، العديد من البرامج. هالسنة شو اللي ننتظره من إذاعة قطر خلال شهر رمضان؟ والله السنة احنا نحاول نرضي الشريحة الأكبر من المستمعين بالنسبة للبرامج الدينية، بالنسبة للبرامج حتى الصحية، عندنا برامج أيضا اللي هي المسابقات، يعني نسعى لإرضاء جميع الأطراف على ما قالوا. اختيار ساعات البث لا شك أنه يهم أيضا المستمع. في بعض البرامج المهمة يعني تكون في أوقات صراحة يسمونها أوقات الذروة، فعلي أساس يتم اختيار بعض البرامج وأوقاتها؟ والله شوف البرامج اختيار البرامج يرجع طبعا إلى عدة أشياء اللي هي من بينها أخذ في الاعتبار أوقات البث ومواعيدها، خاصة في الفترة يعني فترات الذروة على ما تفضلت. فترات الذروة عندنا احنا أيضا عندنا فروق أوقات مثلا بالنسبة للتوقيت العالمي والمستمعين من خارج دولة قطر، يعني أغلبهم حتى بعض الطلاب وفي إشادة حتى بالمواعيد. إحنا عملنا على دراج وقت معين وإعادة للبرنامج نفسه في وقت آخر على أساس اللي ما تسنى له يتابع البرنامج يلحق عليه في فترة ثانية. احنا ممكن نشاهد الآن مشاهدنا الكريم نشوف لقطات من إذاعة قطر. شوف زملائنا يعني أنا ما بأذكر اسم على أساس إنه ما نظلم حق البقية يعني
زميلتنا تماظر الحر وزميل احمد سعدي الكواري وطن الحبيب صباح الخير. كل هذول ان شاء الله راح يكونون متواجدين في شهر رمضان المبارك. بالتحديد البرامج اللي راح تكون في شهر رمضان المبارك اساسا احنا ننتظرها سواء الواحد في سيارته او حتى في البيت يسمع اذاعه قطر. والله العديد من البرامج، البرامج الدينيه كثيره، يعني على سبيل المثال عندنا برنامج خير القرون، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته. عندنا برنامج همسة في إذن الشباب اللي هي يخص فئة الشباب وتوجيه رسائل معينة لهم. جميل. عندنا أيضا برامج سعادة بلا حدود، هذا يعني تقريبا نفسي لترك العادات السلبية والعادات الغير محبذة خاصة في رمضان أو غيرها وكيفية التغلب عليها. البرامج المباشرة عندنا برنامج صباحي اللي هو صباح الخير، وعندنا برنامج الظهر اللي هو بيتنا ويحظى بشؤون الأسرة والطبخ والسوالف اللي يعني يحبونها ربات البيوت. ربات البيوت أيوة. نعم. عندنا أيضا برنامج مع الناس اللي هو فترة العصر، جميل كان الموسم اللي طاف نفسه هو نفسه. أنا كنت أسمع كل يوم وأنا جاي التلفزيون أحط العصر في السيارة. نعم. بالإضافة أن أيضا حتى عملنا فيه نوع من خلق روح التفاعل اللي هو مسابقة في وسطها بيكون عن طريق السوشيال ميديا. جميل. والإجابة والفرز بيكون عن طريق الاستوديو. نعم. جميل. وبرامج المسابقات اللي احنا ننطرها طبعا كل سنة اللي هي بعد التراويح دائما يكون في برنامج هو يعني اللي يحظى بجمهور كبير من المستمعين ويتواصلون فيه معاكم. والله هو نفس الموعد تقريبا اللي هو بعد التراويح، لكن راح يكون فيه طبعا مفاجأة ما راح احرقها، ما يصير نعلن عنها طبعا. لا راح احنا نقول لكم يعني انه راح يكون خارج الاستوديو. جميل. تعمدنا ان نكون خارج الاستوديو على اساس ان نتواصل مع اكبر شريحه من المتسابقين. اذا هذا خبر حصري لبرنامج حياتنا ان برامج المسابقات في اذاعه قطر هذا الموسم ما راح يكون في استديو اذاعه قطر، ولكن راح يكون تفاعلي مع الجمهور في مكان راح يعلن عنه ان شاء الله من قبل اذاعه قطر. اليوم استاذ العزيز لو نتكلم عن رمضان هذا العام في إذاعة قطر، كيف تقارنه بمواسم رمضان السابقة؟ اليوم قاعد نشوف حركة ونشاط كبير في البرامج في إذاعة قطر. والله البرامج أنا أقول لك السنة تعمدنا نكون فيها أو حاولنا أن نرضي جميع الأطراف، فكان في برامج كثيرة حتى ما اعتمدنا على من الداخل، أيضا عندنا برامج خارجية من بينهم اللي هو رحلة حول العالم. جميل. وهذا احنا وظفنا فيه، نشكر سيد مراقب الأخبار سيد ماجد جبارة صاحب الفكرة أنه يكون حول العالم عن طريق المراسلين، عادات الشعوب وتقاليدها وكيف رمضان وكيف تقضي على رمضان قضاء فترة رمضان في هذه الدول. أيضا اشتراككم مع الجهات، في الكثير من الجهات يشاركونكم هذا العام في شهر رمضان. أي نعم. أيضا عندنا مشاركات، عندنا برنامج مهم اللي هو آخر الليل تقريبا من 11 إلى 12 اللي هو من الدوحة، راح يكون في فعاليات تغطية فعاليات وشخصيات مهمة يكون على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة أيضا من خارج استوديو. ما شاء الله برامج كثيرة احنا نشاهدها في إذاعة قطر. ايش اللي يخلي إذاعة قطر اليوم تروح خارج استوديو إذاعة قطر وتشارك الجمهور هذه البرامج؟ والله المستمع معد يعني يبغيك انت توصل له قبل هو يوصلك. صحيح. في إطار السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الحين احنا لازم ايضا بعد نشاركهم ونكون متفاعلين معهم اكثر في هذا المجال. يعني نعم، مشاركات السوشيال ميديا خلينا نتكلم عنها. اي نعم. يعني هل راح يكون لها آلية في طرحها في البرامج؟ يعني مثلا في بعض خلينا نقول الصوت واحد ممكن يدخل مداخلة صوتية اساس يكون في تفاعل كبير مع الجمهور. لا هو فكرة السوشيال ميديا معنا في برنامج مع الناس راح يكون فكرته اللي هو طرح السؤال عن طريق السوشيال ميديا، اللي هو يتابعنا عن طريق السوشيال ميديا من خلال السؤال، والإجابة راح تكون على رقم واتساب معلن عنه تابع لإدارة الإذاعة، ويتم الفرز عن طريقه في الاستوديو على أساس أنه ممكن حتى المستمع يتابعنا. أستاذ جابر يعني ما شاء الله عليك يعني يعني لك ذكريات أكيد في إذاعة قطر، ذكريات قديمة يمكن إحنا تربينا على أيديك يعني في بداياتنا الإعلامية. أخوكم الصغير. لا شري أبرز ذكرياتك في إذاعة قطر خلال شهر رمضان المبارك. والله شوف ذكريات كثيرة أنا ما يعني ما اقدر احددها بالضبط، انا لي 28 سنه في الاذاعه. اجمل الذكريات اكيد في ذكرى خاصه في شهر رمضان. والله ذكريات ايام كان في نادي الاذاعه، كان ايضا نادي موجود فكانت ذكريات. ايش فكره نادي الاذاعه ولا زال مرتبط وياك يعني؟ نادي الاذاعه هو نادي ترفيهي يعني في عباره عن طاوله سنوكر وبلياردو
وتنس، واجتماع هو الطابع اللي فيه ان اجتماع الزملاء كلهم. جميل. ايه يعني لدرجه ان نوصل مرحله شيفتين قاعدين في الاذاعه، قاعدين هناك. ايه فتره رمضان، فتره رمضان الفطور يكون هناك، السحور، ساعات الفطور، ساعات السحور، حتى ايضا قبكات بعض الزملاء سووها الله يذكرهم بالخير. ومن المهم طبعا في رمضان تهيئه الاجواء بين المذيعين وبين طاقم العمل، ويكون بينهم طبعا ألفة ومحبة. هل هالسنة يعني سيوجد هذا هالشيء؟ الناس ما قال أخوي سلمان يكون فيه مثلا أفطار؟ إن شاء الله. بالنسبة للأفطار طبعا يعتمد على حسب شفت هذه، لكن إحنا عندنا اجتماع يومي في رمضان من ذكريات يعني اللي لازالت، ومن العادات اللي لازالت، اللي هو نصلي العشاء والتراويح في الإذاعة، ونقعد إلى وقت يعني ما بنقول متأخر، يعني وقت حلو فلذا نجتمع ونتناقش و... جميل. في ختام هذه الفقرة أستاذ جابر، كلمة توجهها للسادة المشاهدين لترقب إذاعة قطر ولونها الرمضاني إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى يتابعونا إن شاء الله، وإذاعة قطر صوتك ونبضك. صوتك ونبضك، يعطيك الصحة والعافية. نشكر تواجدك معنا في برنامج حياتنا أخي أحمد. يعني صوتك ونبضك، إذاعة قطر مميزة جدا في الفترة الأخيرة، من زمان هي الرائدة، هي البرنامج يعني الإذاعة الوطنية، يعني نترقبها في شهر رمضان. أكيد إن شاء الله. إحنا طبعا ندعو الجمهور دائما بالاستماع لهذه الإذاعة والبرامج اللي تفضل فيها أخوي جابر، طبعا زاخرة في شهر رمضان ما بين فقرات قصيرة، ما بين طبعا برامج مباشره. يعني انت الحين تطلع من السيد وتثبت الموجه على 90.8 خلاص. اذاعه قطر دائما وابدا متميزه، مش بس في شهر رمضان المبارك ولكن على مدار العام، يعني من البرامج يعني اللي في اذاعه قطر، حياه الشباب، برنامج وطن الحبيب صباح الخير، اكيد غني عن برنامج، وايضا عندهم برنامج أبواب ايضا من البرامج الاجتماعيه الجميله، عندهم برنامج رياضي. وعلى طاري الرياضه، امس شفنا تاهل نادي الريان لنهائي كاس امير دوله قطر لمواجهه نادي بتحيل بعد فوزه على الغرافه بثلاثيه 3-0. الف مبروك رياني. انا مو برياني ولكن مبارك لجمهور الريان، مبارك ايضا لنادي تحيل وصولهم للنهائي اللي راح يكون في يوم السبت، راح يكون في اول ملاعب قطر الجاهزه لاستضافه كاس العالم 2022. نتمنى نشوف نهائي جميل يليق باسم وقيمه هذه البطوله. وايضا العام شفنا افتتاح هذا الاستاد واعلان سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى بان قطر جاهزه واستاد خليفه جاهز لاستضافه كاس العالم. تروح المباراه طبعا إن شاء الله؟ ندعو الجمهور ان شاء الله. تروح المباراه بتكون الساعه كم المباراه؟ بعد صلاه التراويح. بعد صلاه التراويح، بس تذاكر ترى في المولات الحق قبل لا تخلص التذاكر. اكيد ان شاء الله في كل المولات موجوده، يعني من الخور، من الانديه الرياضيه، احنا ما نبي نذكر مول معين مجمع، ولكن تحصلون طبعا هم في اكشاك يبيعون هذه التذاكر لحضور المباراه النهائيه يوم السبت. شجع الريان ولا تحيل؟ انا ان شاء الله شجع الريان. شجع الريان. اتمنى التوفيق للفريقين. نشوفكم ان شاء الله مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم حياتنا بعد هذا الفاصل. في فقرتنا الأخيرة مشاهدينا راح نتكلم عن قناة جيم التابعة لمجموعة بي إن الإعلامية، وعن برنامج خاص ننتظره في كل شهر في شهر رمضان وهو تيجان النور. وعلى يساري واحد قدم هذا البرنامج. أحمد شلون كانت تجربتك مع البرنامج؟ والله كانت التجربة مع برنامج تيجان النور لا توصف صراحة، جدا جدا جميلة الحمد لله رب العالمين. عشت 5 سنوات مع البرنامج، عمر كبير الحمد لله رب العالمين. جيل من الطلاب القراء ما شاء الله من جميع أنحاء العالم. راح نتكلم طبعا أكثر عن برنامج تيجان النور ولكن بعد قليل. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا بعد قليل السيد يونس الأعرج المنتج التلفزيوني في تلفزيون جيم. ابقوا معنا.
مشاهدينا نسخة بعد نسخة وعام وراء عام، ولا تزال المسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم تيجان النور اللي يقدمها تلفزيون جيم في شهر رمضان المبارك تحقق نجاح كبير ومنقطع النظير. طبعا المسابقة تعد جزءا أساسيا من استراتيجية تلفزيون جيم لتعزيز علاقة الأطفال بالقرآن الكريم وترسيخ استخدام قواعد اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال. أخوي أحمد راح نتكلم أكثر عن هذه المسابقة، ويسعدنا استضافة السيد يونس العرج المنتج التلفزيوني في تلفزيون جيم. مساء الخير ونسعد بتواجدك في حياتنا. مساء النور وشكرا لك سلمان، شكرا لك أحمد، ويعني أنا سعيد جدا، حاب أني في البداية يعني أعبر عن مشاعري. أنا فخور جدا أني أكون بينكم اليوم في برنامج حياتنا، وأيضا فخور جدا أني أظهر على شاشة تلفزيون قطر، هذه الشاشة العملاقة. سعادة كلها لنا أستاذي العزيز. شكرا لك، شكرا لك. وأيضا أيضا هناك يعني عملية صعبة بعض الشيء علي وعليك ممكن سلمان، لأن أنا أنصح أنك تحاورني وتحاور أحمد أيضا. أحمد بين ضيفين واحد من أعمدة نجاح هذا البرنامج. بالتأكيد يعني نحن الآن في الموسم السابع وست مواسم، والمقدم التاريخي لبرنامج تيجان النور هو أحمد المالكي. الكلمة لدي. تفضل أحمد. طيب أخوي يونس، خلينا نتكلم في البداية عن مسابقة تيجان النور وأهدافها للمشاهدين. نعم، مسابقة تيجان النور هي مسابقة عالمية لتلاوة القرآن الكريم، يعني سنويا يشترك عدد كبير يصل مرات إلى آلاف المشاركات لتلخص بفائز واحد. طبعا الهدف من مسابقة بحجم تيجان النور هي إزكاء روح التنافس لدى المسلمين، خاصة نتحدث هنا عن الفئة العمرية الصغيرة، هي تستهدف الفتيان والفتيات حتى سن 13 سنة. ومهم جدا في برنامج تيجان النور هي التنافس مثل ما ذكرت سابقا، وأيضا اختبار قدرة الحفظ لدى المشتركين، وهذا شيء مهم جدا، وتعزيز وإظهار المتنافسين. نعم. أحمد تشوف نفسه من خلال الصور. بعض الصور هذه المواسم السابقة والقديمة جميل ما تفضلت جداً. الأطفال من عمر 7 سنوات إلى 13 سنة يدخلون هذه المسابقة الخاصة بالتلاوة، ولكن أيضا لها طبعا يعني مسابقات ثانية، منها طبعا حفظ الحافظ الصغير. نعم، الحافظ الصغير. نعم، على أيامك الآن اسمها حفاظ القرآن. على أيامك. اليوم ولك طعام خير، 7 سنوات مرت على هذا البرنامج. نعم. جديد هذه النسخة عن السنوات الماضية، غير المذيع اللي تغير. نعم نعم، طبعا بما أنك ذكرت المذيع، طبعا هنا الزميل الجديد مقدم البرنامج عبد العزيز العبيدلي، إحدى الوجوه الشابة الجديدة التي نأمل أن إن شاء الله يكون لها مستقبل كبير، هو مقدم البرنامج، أوجه له التحية على مجهوده الكبير. احنا نوجه له أيضا التحية. نعم. هذا طاقة شابة قطرية نفتخر. نعم. فيها أخوي عبد العزيز. جميل. وهي فرصة رائعة لكي يحظى بهذا البرنامج. أذكر البرنامج كان طبعا مليء وزخم بالأعضاء لجنة التحكيم، ما أن توقف بس على يمينك هم أعضاء لجنة التحكيم باللغة العربية الفصحى. صحيح. خلنا نتكلم عن أعضاء اللجنة وقوتها في هذا البرنامج. إحدى أهم الأمور التي تساهم في نجاح البرنامج هي لجنة الحكم، متمثلة بالتأكيد برئيس اللجنة الشيخ أحمد المعصراوي، الشيخ عموم قراء مصر سابقا. وعندما نتحدث عن شيخ عموم قراء مصر تتحدث عن مكانة كبيرة جدا على مستوى العالم الإسلامي، وليس فقط على مستوى العالم العربي. وأيضا هناك الشيخ محمود عكاوي من لبنان، وأيضا الشيخ عبد الرشيد صوفي صاحب الصوت الجميل. انضم عضوان جديدان للبرنامج، وهو الشيخ كمال قدة من الجزائر والشيخ يوسف عشير من قطر. لا شك أنها إضافة مهمة للبرنامج. أكيد أكيد. اليوم وجود لجنة التحكيم بهذا الثقل في هذا البرنامج الخاص بفئة الأطفال، شو اللي راح يضفي على جو البرنامج؟ في البداية أهم شيء يضفي هو المعايير العلمية والاختبارية على المتسابقين. يعني أحمد يتذكر لا يوجد أي شيء يتم التجاوز عنه، لابد أن يكون الفائز في مسابقة تيجان النور
فائز على مستوى كبير من المهارة العلمية وعلى المهارة على المستوى حتى على إن صح التعبير الأشياء التي حباها الله له مثل الصوت والتنقل وهذه المهارات المكتسبة بالتدريب. لجنة فنية كبيرة جدا وعملاقة، ولا أخفيكم أن كثير للأسف من يعني من المشتركين يصيبهم رهبة وجود هؤلاء المشايخ. صحيح. صعب جدا. إذن احنا خلنا نتحدث، ما نتحدث عن هذه بعض الشروط اللي تحدث عنها، نتكلم عن آلية التسجيل لهذه المسابقة والشروط ودعوة طبعا الجمهور الأطفال المشاركة في هذه المسابقة للعام القادم. الخطوة الأولى في البرنامج هي استقبال المشاركات عبر موقع تلفزيون جيم أو عبر موقع البرنامج www.dijanunnoor.net أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وهذه إضافة جديدة، أصبح الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني. نستقبل عدد كبير من المشتركين، يتم تصفيتهم في البداية عن طريق معد البرنامج من ناحية ليست من ناحية فنية ومن ناحية تقنية، اختلال بالصوت أو طفل عمره ليس العمر المستهدف. ثم يتم عرض مئات يعني المشاركات على لجنة الحكم متمثلة بالخمس أعضاء، ويتم تصفيتهم إلى 51 مشترك. نعم. الجائزة الأكبر لكل من يشارك في هذا البرنامج هي قيمة حفظ كتاب الله وأيضا التنافس في مسألة التلاوة، ولكن بالنسبة للجوائز المرصودة لهذه المسابقة من قبل تلفزيون جيم. أحسنت سلمان، فعلا هي الجائزة الكبيرة هي التنافس على حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته بالشكل المتقن. على المستوى المادي نقسم برنامج جان نور إلى قسمين، قسم التلاوة وهو الذي يأخذ نصيب الأسد وهي مسابقة جان النور، هناك جوائز مادية للخمسة عشر الأوائل. جميل. وأيضا يعني مثلا صاحب المركز الأول يحصل على 50,000 ريال والثاني 40 وتوالي 30 20. نعم. حفظ كتاب الله والتنافس فيه هي أكبر من كل هذه. بالتأكيد بالتأكيد. لا يفوتني أيضا أن أذكر جوائز حفاظ القرآن. جميل. تبدأ هم ثلاثة فقط الذين يفوزون في النهاية، المركز الأول 10,000 والثاني 7,500 والثالث 5,000. لا شك أن طبعا المسابقة تحظى بمشاركة العديد من الدول، تقريبا قرابة كم دولة شاركت هذا العام؟ شارك هذا الموسم يعني المرصودين فقط 740 مشارك من 34 دولة. ما شاء الله. أخي يونس ختاما، يعني شفناك كمقدم اليوم، شوفك كمنتج، هذه التشكيلة شو اللي أضافته لك في مجال العمل وخصوصا في مجال هذا البرنامج؟ أنا فعلا بدأت كمقدم في الراديو، أنتم منذ قليل كانت فقرة رائعة جدا مع الأخ جبر المريخي، ويبدو ارتباطكم بالإذاعة ارتباط عاطفي. نعم. قدمت في الإذاعة. نعم. والآن أنا منتج في تلفزيون جيم. هناك هذه الخلطة مهمة جدا بين أن تكون مقدم ومنتج، تعطيك أفاق كبيرة على مستوى المحتوى للبرامج. نعم. السيد يونس الأعرج المنتج التلفزيوني في تلفزيون جيم ومنتج برنامج تيجان النور، حظينا بلقاء جميل وتشرفتنا بالعمل معك في موسم واحد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي مع الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أحمد، شكرا لك سلمان، وأدعو جميع المشاهدين الكرام أن يتابعوا برنامج تيجان النور الذي سوف يبث في ليالي شهر رمضان الفضيل الساعة 7:30 عبر شاشة تلفزيون جيم. بإذن الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لتواجدك. والآن مشاهدينا الكرام، مباشرة من استديو برنامج حياتنا بتلفزيون قطر سننتقل لزميلنا فيصل إبراهيم الموجود في حفل تخرج منتسبي برنامج تميز نماء. كلمة عندك يا فيصل، مساء الخير. الزميل سلمان والزميل أحمد، مساكم الله بالخير، أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم وأيضا أحيي السادة المشاهدين. حاليا متواجد في فندق الانتركونتيننتال سيتي بخصوص حفل تخريج برنامج تدريب المتدربين تميز لما. للحديث أكثر عن هذا البرنامج نستضيف معنا السيد راضي العنزي، مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز نبا. مساك الله بالخير أستاذ. حياك الله يا مرحبا، مساك الله بالنور السور يا مرحبا. لو تحدثنا عن حفل تكريم برنامج تدريب المتدربين تميز نما. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية رحب فيكم. احنا بفضل الله اليوم نشهد فرحة
لنا في مركز المال الاجتماعي نماء، وهو تخريج أول دفعة من المدربين القطريين والذين يصل عددهم إلى 37 مدرب في برنامج تمييز نماء. بدينا معهم في مارس الماضي واليوم الحمد لله تخرجوا معنا كوكبة من المدربين القطريين اللي احنا نعتز ونفخر فيهم. هل بتكون في نسخة ثانية من البرنامج؟ أكيد إن شاء الله، احنا كل سنة راح يكون عندنا مجال معين وراح يكون بنفس الاسم، هو تمييز نماء. السنة هذا كان عن تخريج مدربين قطريين، السنة الجاية راح يكون عندنا إن شاء الله عن مجال آخر. ما هي الدورات والفعاليات اللي راح تقام في الفترة القادمة؟ طبعا احنا عندنا الكثير من الفعاليات كل سنة. الفترة القادمة عندنا سما نما اللي كان تم تخريج فيه بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني، وتم تخريج فيه أيضا كوكبة من الريادين الاجتماعيين. ما هو دور مركز نماء في تأهيل وتنمية الشباب؟ طبعا احنا هدفنا الرئيسي ورؤيتنا اللي هو دعم الشباب، وهو اتساقا مع رؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. فالشباب من سن 13 سنة إلى 45 هم هدفنا، وهم اللي نضع لهم الخطط والمشاريع التي تساعدهم في الريادة الاجتماعية، في ريادة الأعمال، في تطوير أعمالهم، في دعم مشاريعهم، في إعطائهم دورات تؤهلهم حتى يكونوا يصبحوا قادة نفخر ونعتز فيهم. كلمة أخيرة توجهها للشباب؟ أقول لهم استغلوا المواهب اللي عندكم، ودائما خلوا لكم أهداف. دائما أي إنسان يبي ينجح لازم يكون عنده هدف ويمشي عليه. السيد راضي العنزي من مركز نماء، شكرا لك. حياك الله، يا مرحبا. الجدير بالذكر أعزائي المشاهدين أن هذه دعوة من السيد راضي باستغلال المواهب والقدرات اللي الواحد يمتلكها ولا يضيع مثل هذه الفرصات. دورات اللي تقدمها اللي مقدمها مركز نماء بالمجان، فهذه فرصة وهذه دعوة عامة لكم. هذا كل اللي عندي، والعودة للزملاء في الاستديو. بيض الله وجهك اخوي فيصل ابراهيم، ما قصرت على هذه الجهود، وبالفعل مشاهدينا الكرام مثل ما قال اخوي فيصل استغلوا مثل هذه الدورات. اخوي احمد احنا وصلنا الى ختام اولى حلقات هذا الاسبوع من برنامج حياتنا. يعطيك العافيه اخوي سلمان. مشاهدينا الكرام نلتقي وياكم على خير غدا ان شاء الله. مع السلامه.